بيانات وزارة الدفاع الروسية الجديدة أفادت باستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستهداف الجيش الروسي لتسع مراكز قيادية تابعة للجيش الأوكراني واستهداف أيضا عن طريق الأسلحة التي تصفها موسكو بعالية الدقة ست مستودعات للسلاح والذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية وتحييد أكثر من 30 مقاتلا مما تصفهم موسكو بالجماعات القومية في كل من جمهورية دانيتسك ومقاطعة خيرسون. الدفاع الروسي أشارت إلى أنها استهدفت مستودع للسلاح والذخيرة وقامت خلال هذه الاستهدافات بتدمير أكثر من 3000 طلقة للمدفعية الأوكرانية استلمها الجيش الأوكراني من القوى الغربية في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. بيانات الدفاع الروسي أشارت إلى أن مضادات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من إسقاط 4 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية واعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقتها القوات الأوكرانية والتي أرادت من خلالها استهداف إقليم دنباس وتلك الأراضي التي هي تحت سيطرة القوات الروسية. طيب ماذا عن تعيين قائد جديد في الأسطول الروسي في القرم؟ هذا ما تناقلته وكالات الإعلام الروسية التي أشارت بأن المجلس العسكري في سيفاستوبول عين قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود، عين فيكتور ساكولوف قائدا لهذا الأسطول. ساكولوف كان يشغل في وقت سابق نائب قائد الأسطول أو أسطول الشمال وعين هذه المرة على رأس الأسطول البحري الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم دون توضيحات أو إشارات من طرف الأسطول البحري الروسي وحتى من الكرملين حول هذه المسألة. لكن عدد من الخبراء عين أو قرأ تعيين أسطول أو قائد للأسطول البحري الروسي في منطقة شبه جزيرة القرم بأنه يأتي بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة شبه جزيرة القرم بما فيها استهداف مقر الأسطول البحري في سيفاستوبول قبل أيام فقط من إحياء روسيا أو احتفال روسيا بعيد البحرية، ثم بعد سلسلة من التفجيرات أو ما تصفه على الأقل وزارة الدفاع الروسية بأن سلسلة من الحرائق والانفجارات في عدد من المراكز والمستودعات العسكرية التي بها أسلحة وذخيرة بحسب وزارة الدفاع الروسية. هناك أيضا من ربطها بالعقيدة الجديدة التي وقعها بوتين في نهاية شهر يوليو، العقيدة الجديدة حول البحرية الروسية التي تتماشى تماما مع المتطلبات ومع التحديات الجديدة، خاصة وأن القوات الأوكرانية تستهدف وبشكل مباشر استرجاع شبه جزيرة القرم بالقدرة العسكرية. والعقيدة العسكرية أيضا للجيش الأوكراني تستدعي استعادة منطقة شبه جزيرة القرم بالقوة، ما يتطلب من الجانب الروسي الكثير من الإجراءات لحماية هذه المنطقة في ظل التهديدات الأوكرانية التي تصرح بشكل مباشر بأنها تستهدف جسر كيرتش في منطقة شبه جزيرة القرم. هذه التهديدات وصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق بأن موسكو تتعامل مع هذه التهديدات بشكل جدي وبأن الجيش الروسي سيقوم بتأمين منطقة شبه جزيرة القرم خاصة المرافق العسكرية المتمثلة في المطارات العسكرية في هذه المنطقة. يوسف بيغار مراسلنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.